مكملين مع حضراتكم. يمكن والله العظيم انا قلت يعني رايي في موقف الشناوي في بدايه الانترو، ان ما ينفعش وما كانش اصلا ليه لزوم ان الشناوي يتعامل في الماتش بالشكل ده ويطرد، وفي نفس الوقت يخسروا النادي الاهلي في الماتش، في الكام ماتش اللي جايين، لان اللائحه بتقول ان في حاله التعدي على الخصم 3 مباريات هيتوقفهم الشناوي، وبالتالي ما كانش ليه لزوم تماما. هنا توقعي ان النادي الاهلي دائما من خلال اللائحه اللي عنده كمان، وكانت سارة حفيظ كاداري بسم الله ما شاء الله عليه بقاله سنين في النادي الاهلي، عارف هو هيتعامل ازاي مع الموقف ده، وبالتالي تم تغريم محمد الشناوي. كابتن سيد قرر تغريم محمد الشناوي 250 الف جنيه لما بادر منه في هذا اللقاء، لان اكيد برضو في لائحه خاصه بالطرد جوه الفريق، وبالتالي تغريم محمد الشناوي 250 الف جنيه لما بادر منه في لقاء سموحه النهارده. حقيقي عايز اخد رايكم في الموقف ده. الشناوي، هل الشناوي يعني عنده زي ما نقول كده حاله من عدم الاستقرار النفسي في الفتره اللي فاتت؟ يعني كان فيه هجوم كبير عليه وبعدين الامور ابتدت تتحسن، بيعود مره اخرى لموقف زي كده، هل ممكن ده نقول ان الشناوي لسه ما رجعش لحالته الطبيعيه في حراسه المرمى الاهلي؟ لا، هو انت بتقول كم خد كم يا فاروق؟ 250 مش كفايه. انت بتتكلم على راجل كابتن فرقه وقائد الفريق، المفروض هي كوره زي ما انت قلت واحنا قلنا مالهاش لازمه، انت كسبان وكسبان مكسب مستريح ومفيش ضغط عليك، والماتشات اللي انت بتلعبها يعني تاديه واجب، حتى المباراه النهارده انت بتكسب 3 بونت في خلي بالك وده خطا اداري. لا معلش، وبعدين انت النهارده خطا اداري، يعني المفروض الاداره تبقى اقوى من كده، يعني الجهاز الفني او كابتن سيد عبد الحفيظ يبقى اقوى من كده، ولازم ياخد ده خطا اداري يعمل ايه اكتر من مش كده؟ لا ما هو ده اتكرر مع محمد عبد المنعم يا باشا. لا ابعدوا عن الماتشات، هتقول لي في ماتشات انت عندك مباراه مهمه مع الرجاء، طب اقدر عملتها في ماتش الرجاء، ما انت في مباراه مهمه ما تنفعش. ايوه في لائحه كابتن ابو الدهب، بس يا باشا في لائحه كده يا باشا، احنا مش دفاعنا على سبب مش دفاعنا حد، خلينا نتكلم بمحافظ كاداري فاهم بقاله سنين طويله ايه اللي بيتعامل معاه في الموقف زي كده. احترامي بس انت خلي بالك كان بيحصل المبلغ اللي يستاهل التصرف ده. انت سالتني يا فاروق وانا عايز ارد عليك، انت سالتني وانا ارد عليك. ما كان في امثله كتير جدا كان بتحصل على ايامنا، وكان اللعيب بيرجع وما يقدرش يعمل حاجه زي كده تاني، كان بيتعاقب. انت ممكن تقسم من اللعيب فلوسه ولا تفرق معاه، لكن استبعاد من الماتشات اوكي كده هستبعد خلاص. ما انا بقول لك، لكن انت النهارده لكن انت جاي. مش بتقول ان انت استبعده عشان خطا، عشان عندك مباراه مهمه مع الرجاء البيضاوي، لكن هل النهارده الخطا اللي عمله محمد الشناوي ما يستاهلش؟ انت النهارده بتضرب ليه وبتشوح ليه وبعدين تتخانق ليه؟ لا هو لازم تكون هدوء. انا بقول لك ممكن يكون من يعني ما عندوش الفتره اللي فاتت ما عندوش تركيز، من سوء خايف من سوء المستوى، ان هو وحش، الناس بتتكلم بيتنقد بشكل كبير جدا، لكن واضح ان ده يبقى فيه قرار صائب من الكابتن سيد عبد الحفيظ. تمام.